بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، سعداء بلقياكم مرة جديدة في هذه الأنشطة التطبيقية حول معامل التناسب. إذن اقرأ التمرين جيدا، لاحظ المثال وأتمم ملء الجدول التالي. المثال هنا لدينا كيف نحول عددا كسري إلى نسبة مئوية. المراحل الإنجاز أمامك، تلاحظ أننا مررنا أولا بتحويل العدد إلى عدد عشري، ثم بعد ذلك إلى عدد كسري مقامه 100، ثم أخيرا إلى نسبة مئوية. إذا لدينا الأعداد الكسرية التالية: 1 على 2، 2 على 5، و5 و3 على 4. يجب تحويل هذه الأعداد إلى نسب مئوية. إذا أوقف الشريط وقم بإنجاز المطلوب. إذا نمر إلى تصحيح. إذا لدينا العدد الكسري 1 على 2، نعم، نحوله أولا إلى عدد عشري لنحصل على 0.5، ثم نحول هذا العدد إلى صفر إلى عدد كسري، نعم، 5 على 10. نلاحظ بأن المقام ليس به 100، إذا يجب تحويل المقام إلى 100، ولذلك سنقوم بضرب المقام في 10، وبطبيعة الحال سنضرب البسط في 10 لنحصل على 50 على 100، ونحول العدد الكسري إلى نسبة مئوية لنحصل على 50%. نعم، نمر إلى العدد الكسري الآخر وهو 2 على 5، نعم، نحصل على 0.4، ثم نقوم بالتحويل هذا العدد إلى عدد كسري، ثم إلى عدد كسري مقامه 100، ثم إلى عدد إلى نسبة مئوية تساوي 40%. نقوم بنفس العملية في العدد الكسري الموالي وهو 3 على 4، نعم، تلاحظون بأن هذا العدد مقامه 100، إذا نمر مباشرة إلى تحويله إلى نسبة لنحصل على 75%. إذا نضع هذه الأعداد داخل الجداول. جيد، إذا قم بتصحيح إن كان هناك أخطاء. نمر إلى الوضعية الثانية وهي الوضعية التالية: طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات التالية، وذلك نتيجة الزيادة في أثمنة السلع بنسبة، هذه الزيادة بلغت 5%. إذا يجب تغيير البطاقات 160.80 و 289 و685.50، يجب تغييرها بعد الزيادة. إذا ماذا يمكن أن نفعل؟ نعم، سنقوم بإجراء التصحيح قبل حساب الثمن الجديد الذي سيكتب في البطاقات. يجب أولا حساب مبلغ الزيادة بالدرهم. نعم، إذن عزيزي التلميذ، تلاحظ بأن يجب حساب الزيادة أولا ثم تحديد الثمن الجديد. إذا سنقوم بحساب هذه الزيادة. إذا لاحظ معي كيف سنقوم بذلك. إذا لدينا 160.80 الثمن الأول، نضربه في نسبة الزيادة ونبعث تحويلها إلى عدد كسري، ثم نحصل على الشكل التالي، العملية التالية: 160 × 5 مقسومة على 100 لنحصل على النتيجة 8.04. إذا ف 8804 هو ناتج عملية الضرب ديال 160.80 × 5. إذا هذه الطريقة الأولى، يمكن لبعضكم أن ينهجوا هذه الطريقة الثانية كما ترون أمامكم، ولكن سنحصل على نفس الزيادة. إذا نمر إلى التمرين الموالي. نلاحظ معي جيدا، كذلك هناك طريقتان: الطريقة الأولى كما رأينا في الأولان لنحصل على الزيادة 34.275 درهم، وهناك الطريقة الثانية لنحصل على نفس الزيادة. نمر إلى الموالي. نلاحظ معي جيدا، إذا هنا سنتبع طريقة واحدة فقط، يمكن للآخرون اتباع الطريقة الأخرى، هذا ليس فيه أي مشكل. إذن
نحصل على 10.40، وكذلك بالنسبة لأربعمائة وتسعة نحصل على 20.45. إذن هذه النتائج التي حصلنا عليها، فهي الزيادة التي ستطال الأثمنة. إذن ماذا سنحسب الآن؟ سنحسب الثمن الجديد بالدرهم. إذن كيف سنحسب الثمن الجديد بالدرهم؟ إذن نعم، سنقوم بأخذ الثمن القديم ثم نضيف إليه الثمن الزيادة أو ثمن زيادة، ثم سنحصل على الثمن الجديد. نعم، سنحصل على الشيء التالي هكذا. نعم، إذن الأثمنة الجديدة هي كما ترون هي 168.84 و 218.44 و 429.45 و 719.75 بطبيعة الحال درهما. إذن نمر إلى الوضعية الثالثة. قرر تاجر تخفيض أثمنة بعض السلع بنسبة 5%، فقام بتعديل كل البطاقات التالية. إذن حدد البطاقة الخاطئة وقم بتصحيحها. إذن هناك بطاقة خاطئة في هذه الوضعية، يجب التعرف عليها. إذن لذلك سنحسب أولا ثمن التخفيض، ثم نطرحه من الثمن الأصلي لنرى كيف ذلك. نتابع معي. إذن هنا سنحسب بالنسبة للبطاقة الأولى. نعم، إذا سنرى أن ليس هناك أي خطأ في البطاقة الأولى. إذا الثمن القديم هو 60، نضرب في قيمة التخفيض 15% نحصل على 9 دراهم. إذا لقد تم تخفيض 9 دراهم، سنطرحها من الثمن الأول لنحصل على 51 درهم، هو نفس الثمن. إذا نمر إلى البطاقة الموالية. نعم، لاحظ معي أن هناك هذه البطاقة هي البطاقة الخاطئة. إذا 80 في 15 على 100، إذا قيمة التخفيض هي 12 درهم. إذا طرحناها من الثمن القديم ستعطينا 68. إذا يجب تعديل هذه البطاقة، ولكن قبل ذلك نقوم بالتأكد من البطاقات الأخرى. نعم، كما ترى صحيح. نعم، ليس فيها أي خطأ. نعم، جيد جدا. إذا نقوم بتعديل هذه البطاقة الخاطئة. نعم، هذه هي البطاقة الخاطئة. نقوم بتعديل الثمن. إذن الثمن الصحيح هو 68. أستودعكم الله، على أمل لقائي بكم في الحصة القادمة إن شاء الله، وشكرا.